الآن مثلا هذا الأخ يريد يصبح طبيب أسنان. يه وندماتين يترس دكتور ليهون يفلقه. ماذا يصنع؟ من دونهم يسروا يترس دكتور. يأخذ بعض الكتب. يشتري بعض الكتب. كتابي جزء. ويشتري جهاز هذا الكرسي لطب الأسنان. لا. ترس تحكميوش نيوهن وانبر يزقاجان ويستأجر دكان أو شقة عند السوق هناك ويكتب عليها طبيب أسنان ويبدأ يعالج كذا أبوها لك السوق ويدنا لا ترس هيك من الناس تعالوه بلو عند بيت تكرايتو يتفعل يعني ترس هيك من الناس تعالوه بلو ينقر صحيح لكنوال اللي. لا هذا في طب الأبدان يا أكال دكتور لابد يرجع إلى الأطباء أهل الاختصاص إيه اللي أرقني فلق ساو ودى دكتور تمر تودو ساو في السوشن ومي هيدا ونجي همس جيت يعد اللي كتاب قستوني بماذا أبدأ؟ بمني جمرة ماذا أدرس؟ من دنهم مارو كم مدة الدراسة؟ يا ثمرت قذية سنتنو هل لدي اختبارات؟ قالوا نعم فتنا له ويسالوا أما طلب العلم وقد فلاجيو لا تطلب على ما تريد هذا أكبر خطأ وقد فلاجي لقيني هلا مئات اللي وشجرات النو يعني يوجن مسات أون تمرت بعدك على مسات أون حكمنا تفتروا من بلون ويا النجار مسرون منه أنت اللي قلت لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها ناجية إلا واحدة لماذا قال هذا الكلام؟ يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام أمي ود سبع صوتي كففلالو سباه لطوتو سكسرو نجاية متوطعو عنقوا عبدنات عنقوا كفلنات يا لبت مكنيات من دنو هذا إخبار وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم إيه نبياتنا عليه الصلاة والسلام ميكستهون الله سوقاتهون من ناقراتهون ما استنكتهون من ناقراتهون مفتيون استمداني الصحابة رضوان الله عليهم يا الله سبحانه وتعالى تماريوش بالدرموت لم يسألوا عن 72 فرقة الضالة لم يسألوا عنها سبا هلطوتو كساريوتو انما اناتو بروال تيقو سألوا عن ماذا؟ نقلها هم انو يتيقو عن الفرقة الناجية هم متدنا وبودين معنياتنا تم متدنا ويميلون قن اي قوال لماذا؟ لمن دن؟ لان هذا المهم نيان قبقبو نجامو طوال سألوا عنه سلازي صوان تيقو لابد ان تسير على هذا نجاب موتا وبمد نبت من قر لمهد أسفل لقال النار الجماعة الذين اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يا تسبسب وكنبي قال يالله هلا أفرتسب إذن لابد أن نسير على هذا الطريق نعم نبياتين قال يتسبسبوا بصحابة آينات لنسبسب قد لنا نطلب العلم كما طلبوا علم المفلق النبي عند فلقوا نتعلم كما تعلم الصحابة والسلف الصالح نعم النمار صحابة عند تمارو الناتابعي وعند تمارو تكتوج صحابة تكتوج